Welcome everyone. Today we'll speak about Pythagoras Theorem. Mister, what meaning of Pythagoras Theorem? What meaning of Pythagoras? Pythagoras is a scientist, okay? He learned us how to come with sides, missing sides in the right angle triangle. You have the length of the two other sides. يعني هو بايثاغورس ده هو كان عبارة عن عالم. الراجل ده عمل ايه يا مستر؟ الراجل ده قدر ان هو قال لك انت لو عندك رايت انجل تراينجل ومديك تو سايدز تقدر تجيب اساعدك ان تجيب السايد التالت، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. تمام، اعمل حسابك ان درس بايثاغورس ده درس فيري 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 امبورتنت، جميل حلو، مش مخصص لمرحله واحده. يعني انت اول حاجه هتتعرف عليه يبقى في جريد 7، تمام، ده بدايه التعرف بتاعك عليه. بعد كده تبدا ماشي بايثاغورس معاك لغايه ما انت خلاص، يعني لو انت هتخلص سكندري معايا او هتخلص الهاي سكول بتاعتك فانت هتستخدمه غير كده. لو انت هتكمل انجينيرنج فانت اعمل حسابك ان بايثاغورس انت مشغل بيه طول عمرك، تمام، وهتستخدمه طول حياتك. بايثاغورس فيري 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 امبورتنت لسون، اوكي؟ طيب ان شاء الله هناخده دلوقتي ونفهم عن ايه بايثاغورس وكان بيتكلم عن ايه وكان بيقول ايه وكل حاجه بتاعته. تمام. Don't forget that. If you found anything hard, please connect with me on my phone number, 01555162411. Okay? If you found anything hard, if you found anything can solve, anything can't understand it, send to me and I will help you inshallah. Okay? لو لقيت أي حاجة صعبة معاك، واقفة معاك في أي حاجة، كلمني على طول، ابعت لي على الواتساب، وأنا هتلاقيني إن شاء الله معاك برد عليك بشكل مستمر. Okay? طيب. Let's start our lesson. Let's speak about Pythagoras here. هناخد كام example كده نأكد على الشغل بتاعنا بالراحة. تمام؟ النهاردة هو اداني النهاردة two triangles زي دول. طلب مني حاجة. تمام؟ طلب مني إيه يا مستر؟ قال لي بعد إذنك in the opposite figure measure of angle ACD is 90. فين يا مستر ACD اللي هي عندي C تحت كده؟ هتلاقي الانجل دي 90 عندك. طب بدل الانجل دي 90 عندي، ايه اللي بيحصل؟ هيبقى بالتالي الترينجل بتاعك اللي هو الاي سي دي ده هيبقى رايت انجل ترينجل، صح كده الكلام؟ تمام. بدل رايت انجل ترينجل، طب يا مستر انت مديني ان الاي سي اسف الاي دي ب 41 ومديني الدي سي ب 9، دلوقتي اقدر اجيب الاي سي؟ اقول لك اه. يبقى اشتغل اول كومنت هتلاقيه موجود عندك، ابدا اعمل النوتس بتاعتك. النوتس دي اللي احنا بنسميها عندي في البروف بتاعتك او الريزونز بتاعتك انت بتكتبها. تمام. طب تعالى نشوف كده بالراحه وناكد واحده واحده. اول حاجه قبل ما نشوف هو طالب مني ايه، تعالى نكتب اللي احنا عارفينه الاول وواحده واحده نيرور جيفن ونكتب كلها الحاجه اللي احنا عارفينها كلها او اللي احنا عايزها. هاو تو رايت بروف يا مستر، ازاي اكتب بروف بتاعها؟ سهل جدا. هبدا اقول له سنس ان انا عندي النهارده الاي سي دي از رايت انجل تراينجل، كلمه ار اي تي دي يعني معناها كلمه رايت انجل تراينجل. تمام. طيب بعد كده هقول له يا مستر سنس ان انا عندي therefore ان انا عندي ال AC bar 2 equal الصم بتاع ال AD minus ده. طب يا مستر ليه احنا عملنا minus ما احنا كل مره بنعمل plus؟ اقول لك كده، تعالى معايا كده يا استاذ نظبط الدنيا بسرعه. مش انا عندي التراينجل بتاعي اسمه ACD؟ تمام. فين الهايبوتينيوس؟ الهايبوتينيوس هو اكبر سايد. طب بعرفه ازاي يا مستر اكبر سايد ده؟ بقول لك هو السايد ان اوبوزيت اوف رايت انجل، يعني هو ال AD ده الاوبوزيت بتاع مين؟ الاوبوزيت بتاع ال C، C اللي هي رايت انجل، صح؟ يبقى بالتالي الاي دي ده هو الهايبوتينيوز. طب اكبر سايد عندي موجود اللي هو الهايبوتينيوز وعندي سايد تاني صغير، عايز اجيب السايد الصغير التاني، يبقى بالتالي هعمل ايه يا مستر؟ هعمل ماينس. تمام؟ اللي هو السايد الكبير ماينس السايد الصغير عشان هتلاقي السايد الصغير تاني. او امتى بعمل بلس؟ لما يكون عندك اتنين صغيرين وعايز تجيب الكبير. يبقى لما يكون عندك اتنين صغيرين وعايز تجيب الكبير بتعمل بلس. تمام؟ طب لو عندي الهايبوتينيوز موجود يا مستر اللي هو السايد الكبير، هعمل ماينس للسايد الصغير عشان يطلع السايد الصغير. ما تنساش كله بديهم باور 2. اوكي، دونت فورجيت ذات. طيب تعال نشوف كده يا مستر، يعني معناه الكلام ده يا مستر ان انا هعمل 41 باور 2 ماينس 9 باور 2؟ هقول لك فعلا الكلام ده صح. طب هيديني كام يا مستر؟ هيديني النمبر بتاعي اللي هو هيبقى عندي 1681 ماينس 81 يطلع معايا 1600. بس خلي بالك ال 1600 مش ده السايد بتاعك، ده الاي سي باور 2 اللي هو الاريا اوف سكوير. طب لو عايز اجيب السايد، احنا خدنا لو انا عندي بار 2 هيروح ان اوبوزيت واي، صح؟ عايز اخلص منه، يبقى هعمل ايه يا مستر؟ هعمل سكوير روت، صح؟ يبقى عشان اجيب الاي سي مضطر ان اعمل سكوير روت ل 1600، يطلع معايا 40 سنتيمتر.
دلوقتي يا مستر انا بقى عندي قدرت اعرف النهارده الاي سي بكام، اللي هو طلع معايا بكام يا مستر؟ طلع معايا ب 40. تمام، استسمحك بعد اذنك تقوم جاي جايب قلمك كده اهو، اذا كنت الرسمه مرسومه عندك، وتبدا تحط عليه 40. تمام، طيب بعد اذنك يا مستر لو سمحت اتفضل. احنا النهارده طلب مني حاجه تانية، هو عايز يثبت ان ميجر اوف انجل بي 90. طب انا كده جبت الاي سي بتاعي بكام؟ ب 40. طب الاي سي ده اللي هو مين؟ مش انت عايز تثبت ان البي دي ب 90؟ يبقى بالتالي لو بي ب 90 يبقى اكبر سد هو عند الاي سي. تمام، حتى من 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 من, من النمبرز بتاعتهم، انا عندي الاي سي ب 40 وعندي 30، عندي الاي بي ب 32 وعندي البي سي ب 24. طب يا مستر بعد اذنك يعني مين فيهم اكبر سايد؟ طبعا اكيد ال 40 لان هو اكبر نمبر. طب لما اجي اشتغلها هشتغلها ازاي يا مستر؟ هقول لك زي ما انا كتبت لك كده، انت عندي الاي بي ب 32 وعندي البي سي ب 24 والاي سي عندي ب 40. طيب هبدا اشتغل ازاي؟ هبدا اخد اكبر سايد عندي اللي هو عندي الاي سي، صح؟ اللي هو ال 40، هديله باور 2 واشوفه هيطلع معايا كام اول حاجه. تمام، هيطلع معايا ب 1600 زي ما كنا جايبين من فوق. تمام، وابدا امسك التو سايد التانيين الصغيرين اللي هو الاي بي والبي سي، هاخدهم الاثنين هديهم باور 2 واعملهم بلس. لو طلع ايكوال 1600 يبقى بالتالي ترينجل رايت انجل ترينجل، لو طلع نوت ايكوال يبقى ترينجل حاجه من الاثنين، يا اما اكيوت انجل ترينجل يا اما اوبتيوز انجل ترينجل. طب تعالى نشوف يعني تاني يا مستر هعمل ايه. احنا خدنا السايد الكبير اكبر سايد فيهم ادينا باور 2 لوحده، تمام، وخدنا التو سايد الصغيرين التانيين دول وهنعملهم بلس واديهم برضك باور 2. بعد ما قبل ما اعملهم بلس طبعا هدي باور 2 واجيب الريزلت واكملهم بلس. تعالى نشوف الستيب بتاعتنا جايه ازاي يا مستر. اهو هبدا اقول لك انا عندي الاي بي باور 2 ايكوال مين يا مستر؟ ايكوال بي سي باور 2، صح؟ اللي هو يبقى ايكوال ام سوري بلس البي سي باور 2 اللي هو يبقى عباره عن 30 باور 2 بلس 40 24 باور 2 ايكوال 1024 بلس 576. ده طبعا ريزلت اوف باور 2 فور 30 باور 2 اند 24 باور 2. عملنا لهم بلس طلع معايا كام يا مستر؟ صح، طلع معايا 1600. يبقى بالتالي يا مستر انا عندي الريزلت بتاعتي طلعت معايا زي اللي فوق، يبقى انا عندي الصم بتاع التوصيل التانيين الصغيرين دول طلعوا معايا قد السكويرز اوف ذاكرة السايد اللي هو الاي سي. يعني بالتالي ممكن اقول لك ان انا عندي الاي سي باور 2 هو ايكوال الاي بي باور 2 بلس البي سي باور 2. اه يا مستر، لان الاثنين ادوني في الاخر 1600، صح؟ بدل اثبت ده يبقى بالتالي خلاص الترينجل بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن رايت انجل ترينجل ات بي، يبقى بالتالي انجل بي ايكوال 90 ديجري. تمام، في عندي كده مشاكل في الكلام ده؟ طب بالتالي كده الفكره لطيفه. طب تعالى ناخد اكزامبل تاني ناكد عليه كمان مره. يبقى كده عندك انجل بي ايكوال 90 ديجري، يبقى كده احنا اثبتنا كل حاجه. تمام، طب تعالى ناخد اكزامبل تاني ناكد بيه على الشغل بتاعنا. قال لي ان ذا اوبزيت فيجر، نفس الفكره برضه الراجل بيتكلم معايا نفس النظام. تعالى ناكد عليك كام مره. اول حاجه قال لي اي بي سي دي از ا كوادلي لاترال ان ويتش ميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال 90. يعني انت استنى كده يا مستر، تديني انجل اي بي سي ايكوال 90 ام جاي رايح ايه ده؟ بدل دي ب 90 عندي تراينجل هو الاي بي سي تراينجل، عندي سايد عندي الاي بي ب 7 وعندي البي سي ب 24. بس اسالك سؤال، هو فين الهايبوتينيز؟ اول حاجه حط عينك عليه، اوقف عند رايت انجل اللي هي بي، صح؟ خبي بي هيبقى لك اي سي، يبقى الاي سي ده هو الهايبوتينيوس بتاعي. تمام، يبقى عشان اعرف الهايبوتينيوس بتاعي انت مش قلت لي رايت بي، يعني كان بي مش موجوده خالص، يبقى لي مين في الترينجل؟ يبقى لي ليتر اي وليتر سي، يبقى بالتالي هو ده الهايبوتينيوس بتاعي. طب ده الهايبوتينيوس مش موجود يا مستر، فيه هعمل بلس ولا ماينس؟ اقول لك مش الكبير مش موجود، يبقى انا كده هعمل ايه يا مستر؟ تمام، كده انا هعمل بلس. طب تعالى نشوف يا مستر هشتغل ازاي واعمل ازاي بالراحه. طيب اول حاجه هقول له ان رايت انجل ترينجل عندي، تمام، الرايت انجل بتاعك ترينجل بتاعك اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو الاي بي سي. تمام، هقول له سنس انا عندي ميجر اوف انجل بي ايكوال 90 ديجري، يبقى ديرفور ان ترينجل اي بي سي از رايت انجل ترينجل، صح كده كلام؟ طيب وابدا اشتغل الشغل عادي جدا، انا عايز اجيب الاي سي فاقول له الاي سي بار 2 هو ايكوال الاي بي بار 2 بلس البي سي بار 2. طب الاي بي بكام؟ ب 7، يبقى اقول له 7 بار 2 بلس 24 بار 2، طبعا هيطلع معاك 625. ما تنساش عشان اجيب الاي سي ماست بي ان انا اعمل السكوير روت بتاعي.
يبقى اعمل سكور روت عندي النهارده ل 625، هيطلع معايا الاي سي ايكوال كام؟ ايكوال 25. مشاكل؟ حاجه صعبه؟ تمام كده، انا جبت الاي سي عندي ب 25، هبدا اشوف هو عايز مني ايه. قال لي اعمل حسابك ان البي ب 7، قلت له خدتها خلاص. والبي سي عندي ب 24، قلت له خلاص ماشي. السي دي عندي ب 20، قلت له خلاص ماشي. انا بقرا الجيفن تاني بشوف هو عايز مني ايه. الاي دي عندي ب 15، تمام. انت طالع ان السي دي فوق ب 20 والاي دي 15، طب انت عايز ايه؟ بروف ذات measure of angle ADC equal 90 degree. يعني انت عايز اثبت النهارده ان الانجل بتاعت ال ADC is equal 90 degree. طيب لما اجي اشتغل عليها ازاي؟ نفس النظام برضه. اول حاجه، مش انت عايز DD اثبت ان DD right angle؟ طيب فين السايدن opposite of AD اللي هو عندي ال AC اللي انا لسه جايبه ب 25؟ طيب ابدا اكتب السايدس بتوعي، عندي 15 و 20 و 25، مين اكبر سايد فيهم؟ ال 25. يبقى اخد 25 لوحده واديله باور كام؟ وهديله باور 2، صح؟ تمام. اقول له انتر انجل اي دي سي، هاخد الاي دي لوحده لو 2 دي. بعد كده هاخد الاثنين الصغيرين اللي هو الاي دي والدي سي، هعملهم بلس واديهم هما كام؟ باور 2. تمام، خدت الاثنين الصغيرين طلعوا معايا 625، عملت لهم بلس قلت 15 باور 2 225 و20 باور 2 400، لما اعملهم بلس اديني 625. جميل خالص. بعد كده قلت له طيب انا عندي، اعمل حسابك ان انا عندي الاي دي بار 2 بلس الدي سي بار 2 ايكوال اي سي بار 2. ايوه، لان احنا خدنا الاي سي بار 2 فوق، لما كان اي سي بار 2 ايكوال كام؟ ايكوال 625، وده ايكوال 625، يبقى بالتالي خلاص ان الترينجل بتاعي ده رايت انجل ترينجل. احنا بنشتغل فاصلي شويه تبقى الدنيا معاك افضل. ماشي. طيب اقدر اقول له بعد كده الميجر اوف انجل اي دي سي از 90؟ يس، مفيش اي مشاكل عندي. طيب يا مستر بعد اذنك.